السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال، والصحة تكون جيدة إن شاء الله. وانتم ما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، غادي نحضروا واحد ميني بسبوسة أو حريشات، كل واحد كيفاش كيسميهم. كيجيو رائعين، هشاش وكيدوبوا في الفم. نحضروهم هكا لوقت الفطور ووقت الكوتي، راه كيجيو غزالين صدقوني، وانا متاكده ان شاء الله الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، كذلك ان شاء الله غادي يوليو معتمدين عندكم. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال هاد البسبوسه. ونبداو على بركه الله. هنايا خديت واحد جوج ليمونات، ليمون يكون كبير، قطعتهم حيدت منهم العظم. بالنسبة إلى كيل المندارين يكون أحسن. هنا زدت كاس ديال الماء، وغادي كيف شفتوا معايا درتهم في الخلاط الكهربائي. هنا من بعد ما طحن لي داك الليمون زدت جوج بيضات، كيف كنقول لكم دائما يكونوا بحرارة ديال المطبخ. كذلك كاس ديال زيت المائدة عبر كاس ديال العنبة، واحد سكر فاني. بالنسبه لسكر سنيدة كيف تنقول لكم انا دائما في جميع الفيديوهات ديالي كندير 5 المعالق ديال السكر، كيبقى الاختيار لكم في الحلاوه، ديروا الكميه اللي كتبغيو. هنا خديت القوالب ديال الحلوى، دهنتهم بالزبده او الزيت، كيبقى الاختيار لكم. انا هنايا دهنتهم بالزبده كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كنوضع فيهم السميده. بغيت نقول لكم هنا ضروري توجدوا هاد القوالب هما الاولين، دهنوهم ورشوا عليهم هكا السميده كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. عاد خلطوا البسبوسه، اولا ديروا الطريقه اللي درت انايا. انايا طحنت العناصر هما الاولين وما ضفتش نهائيا السميده باش ما تشربش ليا. صافي، وكيف شفتوا معايا دهنت القوالب ورشيتهم بالسميده. عاد غادي نمشي لذاك الخليط اللي طحنت معكم قبل ونزيد ليه السميده. المهم خليكم معايا مع التتمه ديال الفيديو، ان شاء الله غتشوفوا كلشي. وهنا من بعد ما ساليت خديت واحد الاناء نضفت فيه داك الخليط اللي طحنت معكم قبل، وغادي نبدا نضيف السميده. نسيت ما قلت لكمش تاخذوا السميده الرقيقه، عندي 4 ديال الكيسان ولكن ما غاديش نضيفهم مره واحده باش الخليط ما يغلبنيش. نضيفه بكاس بكاس. ضفت الكاس الاول وخلطته كيف ما شفتوا معايا، زدت الكاس الثاني، كذلك زدت هنايا جوج خمارات، ضروري نغربلوهم باش نتفاداو دوك الحبيبات. وغادي نخلط العناصر، وكيف ما قلت لكم غنبقى نضيف بكاس بكاس حتى نسالي دوك 4 الكيسان. وانا من بعد ما ساليت كيف شفتوا معايا القوام ديال الخليط. هنايا خديت هاد المغرفه، كتسهل يعني العمليه احسن من المعلقه. بديت كنعمر هاد الليمون هادو، وكنخلي واحد المساحه قليله باش لا تنفخوا لينا، يلقاو فين يطلعوا. صافي، غنبقى على هاد العمليه حتى نسالي التعمار. نخليكم مع التتمه ديال الفيديو ونرجع لكم من بعد. صافي، من بعد ما كيف شفتوا معايا فاش ساليت،
هنا وضعت هاد الليمون في لطه الفران، الفران سخنته من قبل وتكون الحراره يعني ما مجهداش بزاف، تخليهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران شفتوا كيفاش كيجيو غزالين محمرين، كيتحيدوا بسهوله من الليمون، يعني ما كيعذبوا ما والو. صراحه هاد الحريشات او هاد البسبوسات كيجيو غزالين، غير جربوهم كيستحقوا التجربه، كيجيو بنان. هنايا خديت عصير ديال البرتقال، زدت ليه سكر سنيده قديت السيرو باش كنسقيه هاد الحريشات، سقيتهم هنايا كاملين مزيان. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سقيتهم بغيتو تخليهم هكا ما تزينوهم حتى حاجه، بغيتو تزينوهم. بالنسبه ليا انايا كل حريشه زينتها بحاجه، داكشي على حسب المتوفر وشنو متواجد عندي في البيت. هنايا خديت الكوك غنزينت يعني واحد الكميه بالكوك وقطع ديال البرتقال، والبعض زينته باللوز مهرمش. كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا باللي يعني بغيتوا باللي متواجد عندكم، تقدروا ديروا غير الكوك بوحدو اولا تخليوهم هكاك يعني تسقيوهم وديروا فوقهم واحد قطع ديال البرتقال. المهم كنعطيكم فكره وكيبقى الاختيار لكم، كيف ما كنقول دائما كيبقى على حسب المتوفر واشنو متواجد عندنا في البيت. وهادو هما الشكل النهائي ديال الحريشات او البسبوسات اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى تجربوهم، راه فعلا كيجيو رائعين، خاصكم تجربوهم باش تعرفوا على اش كنهضر. كيجيو بنان وكيجيو هشاشين كيدوبوا في الفم الا كليتوهم. حضروهم وقت الكوتي او الفطور، نعطيوهم للوليدات كيعجبوهم. ونقول لكم لكتو اول مره كتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها، كذلك فعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل جديد ديالي. انا كيف ما شفتوا معايا خديت واحد الحريشه نقطعها معاكم، كي تشوفوا كيفاش يعني كتجي من الداخل، كتجي زوينه شارب داك السيرو، كتجي معلكه في نفس الوقت مرمله. المهم خاصكم تجربوا باش تعرفوا علاش كنهضر، كتجي رائعه. وكيف قلت لكم ما تنسوش تخليوا لي جيم، خليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني انني نزيد القدام، نزيد نحط لكم فيديوهات، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب كذلك الاصدقاء باش تعمل فائده، ودعموني كذلك حتى انا. ونقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.